السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم من قناة الظفرة وبرنامجكم اليومي مساء الإمارات. إذا مساء إماراتي جديد وحلقة جديدة تحمل الكثير من الفقرات من خلال عناوين نتابع. إغلاق 15 مقهى تقدم الشيشة، ما هي الأسباب؟ طائرات عمودية بدون طيار للخدمات الحكومية ضمن فقرة أحدث شيء. وضمن فقرة أسعد شعب، دعم الفكر الخلاق والابتكار من حكومتنا الرشيدة. وفندق شانغريلا، مزيج الفخامة والرفاه. مثل ما شفتم مشاهدينا، حوار المساء اليوم نتكلم عن التدخين ومضار التدخين طبعا الشيشة. وعن توقف، يعني الحكومة أمرت بوقف العديد من المقاهي بسبب هذه العادة السيئة. نعم، فإذا إلى ذلك الحين في حوار المساء نبدأ حلقتنا بنشرة الأخبار والزميل أيمن مصبح. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونقدم لكم عبر قناة الظفرة موجزا لأهم وآخر الأنباء المحلية لهذا اليوم، حياكم الله. عاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق لسموهما إلى البلاد الليلة الماضية بسلامة الله بعد المشاركة في قمة الرياض. وقد أصدرت دولة الإمارات بيانا ثمنت فيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى اجتماع قمة الرياض لتقويم وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي، وقدرت قيادته ومثابرته وحرصه على هذه الجهود للوصول بها إلى النجاح المطلوب والذي يلبي تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا واتفق القادة الخليجيون خلال قمتهم في الرياض مساء أمس على عودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة سداد مديونية عدد من الحالات. هذا وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن اللجنة قد اعتمدت مبلغ 20,244,000 درهم لسداد مديونية 54 حالة من فئة المطلوبين قانونيا وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية وفئة المعسرين. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة اليوم سعادة محمد عمران سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، كما استقبل سموه سعادة سلمان الفارسي سفير الجمهورية الإندونيسية الذي حضر لوداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. وتمنى صاحب السمو حاكم الفجيرة التوفيق والنجاح للسفير الإندونيسي في مهام عمله المستقبلية مشيدا بجهوده خلال فترة عمله في الدولة، كما واستقبل سموه كلا على حدة أردام أوزان قنصل عام تركيا ومحمد البرنوصي قنصل عام المغرب ومجدي عابد قنصل عام فرنسا وأنوراغ بهوشان قنصل عام الهند لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه. هذا ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدبلوماسيين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم لتوطيد وتقوية أواصر الصداقة بين دولهم ودولة الإمارات. وفي السياق ذاته استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه اليوم في الرميلة الدكتور عبد الرحمن الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله. ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدكتور الحميدي متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله بما يخدم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والصندوق. من جانبه أشاد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في المجالات كافة. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
في إمارة رأس الخيمة استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في قصره اليوم. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء على خطة المشاريع الهندسية الحديثة الخاصة لوزارة الداخلية في الإمارة خلال الفترة القادمة والمتضمنة للمشروع الجديد لإقامة فندق لخمس نجوم ومبنى جديد لنادي ضباط الشرطة بمختلف مرافقه الحديثة والتي يتوقع أن تنطلق الأعمال فيه مطلع العام المقبل. هذا وبارك سموه هذا المشروع الحيوي مثنيا على الجهود المقدرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه سمو وزير الداخلية للأجهزة الأمنية من خلال دعمها المادي وتوفير كل احتياجاتها وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في عمان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي نقل إلى جلالته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة وللمملكة الأردنية الشقيقة وشعبها اطراد التقدم والازدهار. كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعرب العاهل الأردني خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين مؤكدا الحرص على المضي بها قدما وتعزيزها في مختلف المجالات. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم العون والمساعدة للاجئين السوريين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وأشاد سموه بمتابعة ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعمل الإنساني والخيري بالدولة. جاء ذلك خلال تدشين سموه التوسعة الثانية من المخيم الإماراتي الأردني في منطقة مريجيب الفهود شمال شرق العاصمة الأردنية عمان والذي شيدته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع ويتسع لأكثر من 10,000 لاجئ سوري. ومن أخبار وزارة الداخلية طلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي صباح اليوم على جهود فريق برنامج الخدمات الإلكترونية والحكومة الذكية في تطوير خدمات الوزارة وتوفيرها عبر تطبيقاتها الذكية للمواطنين والمقيمين. وحث سموه فريق البرنامج على مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وفق أفضل المعايير العالمية مثمنا جهود الفريق في الانتقال بالعمل إلى مواكبة التطورات التكنولوجية. أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبو ظبي الدولي للرياضات البحرية بمبادرة سبع لؤلؤات في حب الإمارات التي أطلقتها جمعية كلنا الإمارات برعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الجمعية بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى اليوم الوطني 43. وجاء اليوم ليكشف المغامر سعيد المعمري صاحب فكرة مبادرة سبع لؤلؤات في حب الإمارات عن فكرة أخرى لإطلاق ست لؤلؤات في حب دولة أو دول الخليج العربية مستقبلا، حيث عرضت الفكرة على سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس جمعية كلنا الإمارات مشيرا إلى أن الفكرة ستطبق بعد الحصول على الموافقة مباشرة بعد استضافة دولة الإمارات لاجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنة المقبلة. هذا وأوضح المعمري أن فكرة اللؤلؤات الست ستكون مهداة إلى دول الخليج الست لتكون عربون محبة وولاء بين الدول الخليجية وتزيد من التلاحم والترابط بينهم ومبادرة خليجية تحث
الجيل الخليجي على الترابط وتبادل العلاقات، كما وأشار المعمري إلى أن غرس اللؤلؤات سيبدأ من دولة الكويت، وبعدها مملكة البحرين، تليها دولة قطر، وبعدها المملكة العربية السعودية، ومن ثم سلطنة عمان، إلى أن يختتم غرس آخر لؤلؤة في بحار دولة الإمارات العربية المتحدة. تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، احتفلت جامعة باريس السوربون أبوظبي مساء أمس في مقرها بجزيرة الريم بتخريج الدفعة الخامسة التي تضم 209 خريجين وخريجات من حملة درجتين الليسانس والماجستير، وتشمل طلبة مواطنين بالإضافة إلى طلبة من أكثر من 40 دولة على مستوى العالم. حضر الحفل كل من معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومعالي الدكتور مغير خميس الخيالي رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة الجامعة، وسعادة ميشيل ميرايه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، إضافة إلى عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات العامة، وجانبا من أولياء أمور الخريجين. أكدت معالي شيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمات المدنية غير الحكومية والناشطة في مختلف قطاعات العمل الإنساني والاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، بما يدعم جهود المجتمع الدولي ويساهم في حل إشكاليات التنمية الدولية والإنسانية. هذا واستعرضت معاليها خلال استقبالها نيل كيني جاير الرئيس التنفيذي لمنظمة ميرسي كوربس الأمريكية والوفد المرافق له في أبوظبي اليوم فرص التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والمنظمة. كرم معالي صقر غباش وزير العمل الفائزين في جائزة وزير العمل للتميز المؤسسي في دورتها الرابعة خلال حفل نظمته وزارة العمل اليوم في العاصمة أبوظبي. المزيد في تقرير الزميلة شيماء الشمري، لنتابع. أكد معالي صقر غباش وزير العمل مواصلة وزارة العمل السير في رحلة التميز المؤسسي، وذلك بالتوازي مع تقييم المسار لتعزيز المنجزات وتخطي التحديات بما يمكن الوزارة من تحقيق رؤية القيادة الرشيدة. جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة العمل اليوم في العاصمة أبوظبي للإعلان عن نتائج الجائزة وتكريم الفائزين بها. نحن بطبيعة الحال في وزارة العمل لابد أن نواكب هذه المسيرة، ولابد أن نواكب أيضا توجيهات وتطلعات صاحب السمو رئيس الدولة، ولهذا هذه الجائزة اللي مضى عليها الآن هذه إحنا في دورتها الرابعة قطعت شوط متميز، واليوم يمكن أنتوا لمستوا نتائج هذا الشوط. الأخوة في شرطة دبي مشكورين، ساهموا مساهمة إيجابية في التقييم وفي تقديم الدعم الفني. ما ميز هذه الدورة هو وجود شرطة دبي كمحكمين. وهنأ معاليه الفائزين بالجائزة مؤكدا ثقته بأنهم سيحققون مزيدا من الإنجازات، مخاطبا في الوقت ذاته المشاركين الذين لم يوفقوا في الجائزة بدورتها الرابعة، بالإشارة إلى أن المجال لا يزال متاحا لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى منصة التكريم، سيما وأن قطار التميز لا ينتظر طويلا. وتسلم معالي وزير العمل خلال الحفل أسماء الفائزين بفئات الجائزة والذين تم تكريمهم بحضور سعادة مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل، وسعادة حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل، وأعضاء فريق تقييم الجائزة من القيادة العامة لشرطة دبي ومدير الإدارة والموظفين في وزارة العمل. الجائزة الحقيقة تميزت بمشاركة كبيرة من قبل الموظفي وزارة العمل الوحدات التنظيمية، وكان التنافس شديد. شارك معنا الإخوة الحقيقة من القيادة العامة في شرطة دبي في تنظيم الجائزة وفي تقييمها، وخصصوا فريق من الخبراء لديهم في مجال التميز المؤسسي حيث عملوا جنبا إلى جنب مع وزارة العمل في تنظيم هذه الجائزة، وهذا مثال يعني جميل جدا لما يجب أن يكون عليه العمل الحكومي.
وبالإشارة إلى أن فريق التقي من القيادة العامة لشرطة دبي، والذي حرص على أن يكون خلال عملية التقييم على قدر المسؤولية، استلم استمارات المشاركة التي انقسمت إلى 26 استمارة لمكاتب العمل والإدارات و32 استمارة للفئات الوظيفية. وخضع التقييم لثلاث مراحل رئيسة، وتضمن التقييم المكتبي والنزول الميداني والمقابلات وإعداد التقارير النهائية. زار معالي الدكتور رامي الحمد الله رئيس وزراء فلسطين والوفد المرافق له ضريح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. اليوم يرافقه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس بعثة شرف المرافقة لرامي الحمد الله، وقرأ الجميع الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته من خير وأعمال جليلة. أكد المجلس الوطني للإعلام أنه قام بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على رأيها ومقترحاتها بشأن موضوع المخدرات الرقمية المتداول في مختلف وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ويسعى المجلس الوطني للإعلام من خلال التنسيق مع الجهات المختصة إلى تشكيل صورة واضحة تتيح له تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن، مع تأكيد ضرورة تضافر جميع الجهود للتوعية بمخاطر هذا الموضوع. اختتمت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة صباح أمس في مقرها في إمارة دبي المرحلة الأخيرة لاختبارات قياس القدرة على القيادة للراغبين بالمشاركة في النسخة الرابعة للبرنامج الوطني للقادة الشباب ذخر من أبناء الوطن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، حيث بلغ عددهم 400 شاب وفتاة من مختلف إمارات الدولة على مدى أسبوعين متتاليين. هذا وتم الإعلان عن المشاركين قبل انطلاق البرنامج في ديسمبر المقبل. وقال خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة بأن هذا البرنامج يعد مضمارا حيا لاكتشاف الطاقات القيادية الكامنة في شباب الإمارات والعمل على صقلها وتنميتها وفق أسس ومعايير عالمية تساهم في صنع الشخصيات القيادية التي تعينهم على مواجهة المستقبل والمشاركة في صنع القرار لتحقيق رؤية الإمارات 2021. والآن مشاهدينا نتابع آخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في كل من سوق أبوظبي المالي ودبي المالي لنتابع. ومن الشأن الاقتصادي إلى الشأن الرياضي، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لسباق فولفو للمحيطات 2014-2015 فوز فريق أبوظبي للمحيطات بالجولة الأولى من السباق رسميا، وتسلم الفريق خلال حفل توزيع الجوائز بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا درع فوز الجولة الأولى التي امتدت لمسافة 6500 ميل بحري. هذا وانطلقت من ميناء أليكانتي في إسبانيا أكتوبر الماضي إلى كيب تاون مرحلة للتوقف. فالجولة الثانية للسباق بعد رحلة شاقة ومغامرة صعبة استمرت لمدة 25 يوما على متن اليخت الشراعي عزام بقيادة البطل الأولمبي أيان ووكر. ومن عالم الرياضة الإماراتية والإنجازات تلو الإنجازات، ننتقل إلى أحوال الطقس وهذه درجات الحرارة في مدن الدولة بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. Thank you.
نشرة الأخبار انتهت، وبعد الفاصل وكالعادة في حوار المساء الليلة تتابعون، وبعنوان إغلاق 15 مقهى في دبي تقدم الشيشة، ولكن ما هي الأسباب؟ تفاصيل أكثر برفقة الزميل عبد الله علي وضيفيه كلثم المندوس مدير تحرير جريدة الرؤية الإماراتية، والسيد مروان الحمد مدير إدارة الصحة في بلدية دبي. إلى هنا لكم أرق التحيات، في أمان الله. حياكم الله مشاهدينا في لقاء حوار مسائي جديد، يتكلم اليوم عن المقاهي وإغلاقها وبعضها بعد مفتوح، استكمالا طبعا لموضوع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 الصادر في 21 يوليو 2013 والذي دخل حيز التنفيذ، واستكمالا لحلقة كنا قد تناولنا بهذا الخصوص للوقوف على المستجدات والتطورات في قانون اللائحة التنفيذية لمحاربة التبغ، خاطبت بلدية دبي دائرة التنمية الاقتصادية بأسماء 15 مقهى مخالفة لقانون مكافحة التبغ واللائحة التنفيذية للقانون، وبالفعل انتهت المدة المقررة لتصويب أوضاع بعض المقاهي وتم إغلاقها. عن هذا الموضوع نستضيف الأستاذة كلثم المندوس مدير تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية، حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك يا رب. ما شاء الله، طبعا احنا مستانسين اليوم ماخذين مجال إعلامي، فلذلك أنتم مطلعين أيضا على الحاصل سواء من ناحية قوانين ومن ناحية كمان كيف يتم التعامل مع هذه الأمور. بالعكس، يشرفنا تشرفنا هذه الاستضافة، ونحن سعيدين نتناول معكم موضوع يخص كل بيت إماراتي وكافة شرائح المجتمع. شكرا لتواجدك معنا. نحن أول شيء بناخذ تقرير إن شاء الله عن هالموضوع ثم نعود للحوار. إذا مشاهدينا نشوف التقرير اللي عدى له خصيصا عن هذا الموضوع ثم نعود للحوار. لم يعد يخفى على أحد بأن التدخين يسبب السرطان ومشاكل الرئة وأمراض القلب، ولكن هذه المعلومات والأمراض لم تردع المدخنين لتركه ولم تفلح في تقليل أعدادهم. القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ في الإمارات وفقا للائحته التنفيذية التي تحتوي على 16 مادة تهدف كلها إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من استخدام التبغ ومنتجاته وأماكن بيعه، وكان قد صدر هذا القانون ليحمي المجتمع من مخاطر التدخين بكل صوره. قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي قال أن هذا القانون أعطى البلدية قوة كافية في التعامل مع مقاهي الشيشة المخالفة وإجبارها على تصويب أوضاعها بعد أن تم إنذارها مسبقا، وأكد التزام البلدية بتنفيذ كل ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ في الدولة. الجدير بالذكر أن بلدية دبي كانت قد خاطبت دائرة التنمية الاقتصادية بأسماء 15 مقهى مخالفة لقانون مكافحة التبغ واللائحة التنفيذية له، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. فيما إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية قالت إن هناك مجموعة أخرى من المقاهي تم رصدها مخالفة للقانون وتم إخطارها بذلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقانون. مثل ما شفتي طبعا في التقرير في مشكلة حاصلة الآن وفي المقاهي، أنتم من جهة إعلامية كيف خدتوا الموضوع، كيف عرفتوا عنه؟ بلا شك نحن بعد إصدار القانون الخاص بالتبغ وحظر الشيشة نحن حرصنا في كصحيفة محلية على متابعة مثل هذه القوانين
القيام بجولات ميدانية للتعرف على واقع أو مدى تنفيذ هذه مثل هذه اللوائح. ولفت نظرنا وجود مثل هذه المشكلة مش بس على إمارة محددة، بالعكس أنه وصلتنا شكاوى من بعض الأهالي القاطنين في المباني السكنية أو بالقرب من هذه المقاهي بوجود مخالفات. أنتوا كإعلام حبيتوا أنكم تظهرون المشكلة على أساس نقدر نوصل لها. كنا متواجدين من البداية وكنا حريصين على التواجد ومتابعة القانون هذا. زين، معانا تليفون، شو رايك ناخذها من وجهه قانونيه ايضا واللائحه اللي نزلت؟ يا ريت. مشاهدينا معانا عبر الهاتف الاستاذ مروان الحمد مدير اداره الصحه في بلديه دبي. استاذ الكريم حياك الله. مرحبا، الله يحييك. الله يسلمك. طبعا احنا سمعنا القصه من ناحيه اعلاميه الان مع استاذتنا موجوده الاستاذه كلثم، اما الان بناخذها من عندك انت، شو هي فعلا قصه المقاهي اللي اغلقت في دبي اللي يعني يبلغ عددها الان 15 مقهى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مروان المحمد تصحيحا للاسم. نعم، سموحه منك. لا العفو. حقيقه بعد ما يعني صدر القانون ولائحته التنفيذيه، نحن بدينا في حملتنا بتوجيهات مساعده مدير عام البلديه. نعم. وبدينا نثقف الجمهور واصحاب المقاهي، وعملنا حصوراتنا وزرناهم وبعثنا لهم التوجيهات. فانقسمت هاي المقاهي الى ثلاث فئات، واحده منها هي مقاهي لا تتوافق مع شروط القانون الاتحادي، والمجموعه الثانيه تتوافق مع القانون الاتحادي ولكن ما تقدمت لطلب تصريح تقديم الشيشه والمفروض منها فقط تقدم التصريح، والفئه الثالثه اللي هي متوافقه ولديها ايضا تصريح ساري. طب وطبعا هاي الفئه تزداد دائما. طبعا فيما يخص بالمجموعه الاولى اللي هي لا تتوافق مع اشتراطات القانون، كان لها مهله انها تسكر والا يعني نطبق الاجراءات عليها، واللي فيها ما سكر قمنا بارسال قائمه ب اسماء هاي لدائره التنميه الاقتصاديه في دبي من باب التعاون بين ادارات الحكومه في دبي. قامت الدائرة مشكورة بتجميد ترخيص التجاري إلى أن تقوم بحل مشكلتها مع إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي. جميل. طب المقاهي اللي أغلقت الآن، هل سيعاد فتح هذه المقاهي في حال مثلا ردت والتزمت بالشروط وبنود القرار، أو تم الإغلاق وخلاص يعني تلغى رخصها؟ لا، هو عشان نصحح الكلمة، هي مو بإغلاق، يعني نحن ما لنا علاقة في مسألة إغلاق المقهى أو لا، هذا ترخيص تجاري. نحن معنيين في مسألة تقديم الشيشة أو عدم تقديمها. في حال تقديمها مخالفة نحن نخاطب الدائرة في مبدئيا تجميد الترخيص التجاري وليس إغلاق، يعني ما في إغلاق، إيقاف يعني عملية إيقاف إيقاف التجديد يعني. عرفت كيف؟ فبيصبح صاحب المقهى في مشكلة في مسألة التجديد. هذا طبعا فيما لو حل مشكلته في أي وقت من الأوقات لازم أكيد راح تمشي الأمور معه. لا ان شاء الله طبعا بالتوفيق. انت بتتم معانا ان شاء الله، بننتقل شوي للاخت كلثم ناخذ ايضا وجهه نظر اعلاميه. هم كوسائل اعلام يعني الى اي مدى انتم تساهمون في توعيه الشباب الاماراتي والشباب المقيم ايضا في الدوله من عمليه التدخين والشيشه وما الى ذلك؟ في الحقيقه الاعلام لا يقصر، فوسائل الاعلام بكافه اشكالها المختلفه حريصه دائما على اثراء المشاهد والمتابع والقارئ بالتحقيقات المعنيه باضرار التدخين، وحريص على إبراز كل ما يتعلق بحضرة في الأماكن العامة. نعم. ونحن كصحيفة يومية ومحلية حريصين على أو بلا صح لا نسمح بنشر أي صورة فيها إيحاء للتدخين، حتى ما نشجع الآخرين على التدخين. ردة الفعل على أخذكم للموضوع بشكل إعلامي يعني كيف كانت ردة الفعل الناس؟ هل قمتم ولا بعدكم ما مداكم الوقت انكم تشوفون راي الشارع؟ لا بالعكس، نحن مجرد طرحنا مثل او متابعتنا مثل هذا القانون بدات توصلنا شكاوي من بعض الاهالي من الامارات الاخرى بوجود محلات للحين مخالفه او مقاهي مخالفه وتستقطب للحين اليافعين. نعم. والمراهقين لحضورها من دون اي رقابه. طب نرجع للاستاذ مروان، هناك طبعا اصدار قانون يعني اللائحه التنفيذيه الخاص بقانون التبغ والشيشه، اول شيء نبغى نتعرف شويه لو بصوره مبسطه على القانون اذا امكن، وايضا النسبه المتوقعه لانخفاض نسبه التدخين اللي بتكون ان شاء الله مع ايقاف او وضع القوانين لهذه المنظومه. نعم،
أنا ما كنت متابع الحلقة من بدايتها، لكن لابد أن ينوه أن القانون هذا قانون اتحادي صادر من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، يسري على الإمارات كلها وليس دبي فقط. وما بلدية دبي إلا جهة من جهات التنفيذ لهذا القانون طبعا، حالها كحال بلديات الدولة. القانون طبعا معني بمكافحة التبغ، وصدر في 2009، لائحة التنفيذية صدرت من مجلس الوزراء في 2013 على أساس في مهلة 6 أشهر على تنفيذ اللائحة التنفيذ القانون، ونحن ملتزمين بهذا اللائحة التنفيذية في تطبيقنا للقانون الاتحادي. طبعا القانون يتكلم عن يعني مكافحة التبغ بكافة أنواعها، والشيشة فصل من فصول أو من بنود القانون، وبيع السجائر موجود في القانون وأماكن بيعها، ويعني القانون كبير. فيما يخص بالشيشة طبعا نحن نتكلم عن موضوع المواصفات التي يجب أن تتوفر في المكان الذي يجب أن يقدم فيه الشيشة. من حيث المساحة القانون يقول 200 قدم مربع بحد يعني بحد أدنى يجب أن يكون 200 فأكثر، يجب أن يكون بعيد عن دور العبادة و يعني المراكز الصحية والمستشفيات والمساكن فيما يتراوح بين 100 إلى 150 متر. يعني ما محدد له منطقة مثلا خارج المدينة؟ يعني وصلنا نحن من تويتر الأخ طارق المنصور يسأل شو المناطق المسموح بها الآن، يعني أنه يسوي فيها اللي هي المقاهي اللي تقدم الشيشة. نعم، نحن ما نبغي يكون في لبس في الموضوع، لأن القانون واضح وموجود أيضا على يعني منشور. يعني صحيح ما في شيء اسمه أن نحن بنبعد الشيشة إلى المناطق الخارجية أو الصناعية أو خارج المدينة، لا، القانون واضح يقول من مسموح للمقاهي أن تكون في المباني التي في المناطق التجارية. طبعا تخطيط المدن معروف فيها، مخطط فيها أي مدينة معروف مصنف المناطق فيها، هاي منطقة تجارية، هاي منطقة تجارية سكنية، هاي منطقة تجارية استثمارية، هاي المنطقة سياحية، هاي المنطقة يعني ريفية. التخطيط في كل مدينة مصنف هاي الأمور، وبالتالي القانون أيضا يعني أعطى لل الدوائر المحلية بأنها تعرف مناطقها. يعني نعم. طبعا مسموح في المناطق التجارية كافة أن تكون في هناك تقديم الشيشة سواء في داخل المحل أو في الخارج حسب النظام المتبع. في المناطق التجارية السكنية التي يختلط فيها السكني والتجاري مسموح فيها، بس بشرط أن يكون هذا المبنى على شارع رئيسي. أيضا في خطة في دوائر التخطيط معروفة شو هي الشوارع الرئيسية في كل إمارة. نعم. ايضا في المناطق السكنيه ممنوع مثلا يمنع تقديم الشيشه. في المحلات في المولات التجاريه ايضا لها بعض الاشتراطات، وفي الفنادق ايضا لها بعض الاشتراطات. يعني ما يسعني كل الوقت ان اتكلم في تفاصيلها. صحيح. طيب الان بننتقل ايضا مره اخرى للاخت كلثم. يعني الحين طبعا هل هناك نسبه متوقعه لانخفاض يعني نسبه التدخين مع هالقانون الجديد؟ هو نحن نتمنى هالشيء بلا شك، بس انا اتوقع ان مع اصدار القانون بيكون في صدى طيب ان شاء الله، وبتكون في استجابه، بس ما نكون متسرعين، هي لابد ان تكون استجابه تدريجيه. صحيح. نحن نؤمن بهالشيء، اتوقع هي مساله سنوات قليله ان شاء الله بتنخفض نسبه المدخنين عندنا، خاصه فئه المراهقين والصغار. يعني فاللي يتضح من تقرير وزاره الصحه اللي صدر يمكن العام الماضي كانت النسبة تشير إلى وجود ما هو 28% بالنسبة للفئة اللي هي أقل من 15 سنة، هاي نسبة خطيرة جدا، مؤشر خطير يعني. و 30% كانت نسبة ما فوق 18 سنة. نتمنى أن تكون في استجابة وتتضافر فيها الجهود الاتحادية والمحلية. ودورنا ودوركم بعد كبير بيكون أكيد بلا شك، هذا مش مقتصر على الجانب الإعلامي. صحيح. إنما هذا نشاط مجتمعي رسمي متكامل. نعم. تتضافر فيه الجهود كلها بتدعم من الأسرة والمدرسة والمؤسسات طبعًا المعنية تكاتف الجميع الاتحادية. لابد. طب أستاذ مروان نبغى من عندك نصيحة أخيرة أيضا سواء من جهة حكومية أو من وجهة إعلامية، شو تقولنا؟ والله نحن طبعا مثل ما قالت الأخت الكريمة ضيفتكم الكريمة، يعني مهم أن عدد المدخنين يقل، مهم أيضا أن نحن في دبي مثلا في متنفسات أخرى بلدية دبي تركز على عملها مثل
المماشي الرياضية والحدائق والمتنزهات وتطورها في دائما، وعندنا في كل الإمارة في أحياء سكنية تقريبا أغلبها فيها مماشي، يعني في تشجيع لعدم التدخين. لكن أيضا نحن نعرف أن في فئة من الناس ترتاد هذه المقاهي، وأيضا نحن في إدارة الصحة والسلامة يعني نستغل هذا النظام، يعني نستغل أن يعني يبعدنا من المقاهي الصغيرة اللي موجودة في محلات صغيرة ما يتوفر فيها اشتراطات يعني صحية كبيرة. نعم. طبعا كل ما كبر المقهى أصبح فيه إدارة يعني موجودة فيها كلفة أكثر، وبالتالي تحافظ على نظافة، تحافظ على نوعية الخدمة اللي تقدمها، بالتالي تقلل من فرص إصابات يعني أو 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 أمراض أو 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 أي شيء آخر يعني. ايضا عدم ازعاج الساكنين في المناطق السكنيه طبعا هذا من اهم الاشياء طبعا اللي تكون موجوده. نحن طبعا يدا بيد معاكم ان شاء الله، نحن ايضا بنوصل كل يعني هاي الرسائل لمشاهدينا. نحن الحقيقه شاكرين لك تواجدك معنا عبر الهاتف اليوم، وان شاء الله المره الجايه ان شاء الله متابعه للموضوع تكون موجود معنا في الاستوديو. يشرفني يا اخوي، يشرفني. الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله، شكرا لتواجدك. العفو، اهلا. الله يسلمك. إذا نحن نشكر الأستاذ مروان مدير إدارة الصحة في بلدية دبي، وعودة للأخت كلثم المندوس. أختي كلثم طبعا يعني تحدث عن المناطق والأماكن، ونحن أيضا نتمنى عدم تواجدها بالكامل. لكن هنا السؤال يطرح نفسه، هل هناك تأثر سياحي بعدم توفر الشيشة والمقاهي من هذا النوع في داخل المدينة؟ بصراحة أنا ما أعتقد هالشيء، بالعكس الإمارات دولة كبيرة الحمد لله وغنية بالمقومات السياحية. المقاهي ما كانت أو ما بتكون عامل جذب رئيسي للسياح. نحن اللي يهمنا نوصل للصحة العامة والبيئة، هي الأهم عندنا. أما بالنسبة للمقومات السياحة عندنا الحمد لله الدولة متنوعة من حيث التضاريس، من حيث المرافق العامة والمرافق السياحية، فما أعتقد أنها بتأثر على، قد يكون تأثير جزئي. نعم. إذا بنتكلم عن واقعية. زين، بناخذ مضار الموضوع، نتكلم عن المضار مع دكتور. تفضل. إذا معنا دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية. السلام عليكم دكتور، إيش حالك؟ عليكم السلام، حياكم الله، كيف حالكم؟ الله يحفظك يا رب ويسلمك. دكتور. الله يعافيك يا رب. دكتور يقولون أن الشيشة الحين أكثر ضرر من السجاير، وأن هناك ما يزيد على حوالي 4000 مادة ضارة غير النيكوتين، حدثنا عن هاي الأضرار. في البداية طبعا نشكركم على هالاستضافة الكريمة. طبعا موضوع الشيشة هذا موضوع يعني القديم المتجدد خلينا نقول عنه. نعم. الأضرار والمواد اللي اكتشفوها في الشيشة هاي جزء يسير من الأشياء اللي بعدها ما مكتشفينها، لأن لو مثل ما يعرفون المشاهدين والمستمعين أن الشيشة فيها مواد حافظة كثيرة جدا بالإضافة إلى مادة النيكوتين والمواد التبغ اللي موجودة فيها. فبالتالي الدراسات اللي مسوينها هالفتره بس قدروا يكتشفون 4000 ماده، هذا بعد غير المواد الحافظه اللي موجوده والاصباغ. يصير نقول ما شاء الله. فمثل ما تقول يعني مضار الشيشه يعني للاسف. تدري شو المستوي؟ ان الناس يقولون لك لا الشيشه اقل عن السيجاره لان فيها الماء والتقطير وغير هذا، هاي كلها عباره عن واجهه اعلاميه. صحيح. على اساس ان يسوقون الشيشه. نعم. لان مضارها اكثر من كذا، غير انك لا تنسى انك انت يوم جالس تشيش جالس في محيط اللي حواليك كلهم يشيشون. نعم. فانت جالس ايضا تستنشق الدخان من الناس اللي موجودين حواليك، وهالمواد تدخل عن طريق الموجودين مو بس عن طريق اللي انت يرتفع. صحيح. فإذا بنتكلم طبعا عن المضار، أهم شيء أهم شيء بعيد الشر عن السامعين موضوع سرطان الرئة. ما يختلف الاثنين أن بشكل قاطع المواد اللي موجودة في التبغ هي مسبب رئيسي لسرطان الرئة. نعم. تكون بدايتها الحين بخلل في الرئة أو خلل في بعض خلايا الرئة، لكن على مدى 15-20 سنة تطلع. زين، هني يقول لك شيء ثاني، يقول لك زين انا والله بس ادوخ مره في اليوم او مره في الاسبوع او مره في الشهر، يعني ما بنظر مثل هذاك اللي يوميا جالس يصير ويدوخ وياخذ الجرعه. في عالم الطب نعم ما في شيء اسمه مره في اليوم او مره في الشهر. يمكن انت من وديه واحده او من مره واحده تصاب بالضرر. نعم. ويبتدي هذا الضرر عاد يتم ينخر في الجسم لين ما تطلع الاثاره. مأساة يعني دكتور.
مأساة كبيرة. انزين انتم كحالات هل يجيكم يعني اشخاص في حديثي العمر يعانون من مشاكل كبيرة بسبب تواجدهم في المقاهي وحتى هم ما يشيشون بعد؟ اكيد، بالذات موضوع الحساسية. نعم. الحساسية الصدرية اللي وايد زايدة في الفترة الأخيرة عند الشباب وحتى عند سن المراهقة، سببها الرئيس موضوع التعرض لدخان التبغ اللي بالذات طالع عن الشيشة، لأن أنت بتقول السيجارة مثلا في محيط ضيق، اللي بيدوخ السيجارة ما بينفخ في وجه الجالس عنداله أو شيء من القبيل. طبعا. لكن مع الشيشة هذا الموضوع زايد، يعني جزاهم الله خير الحين الجهات المعنية في الدولة أن منعوا دخول أعمارهم الصغيرة أن يدخلون أماكن اللي فيها الشيشة، لأن هذا وايد لعامل سلبي، لأن موضوع التحسس الصدر يؤدي إلى التهابات صدرية، وبالتالي يؤدي على تأثير على وظائف الجهاز التنفسي عندنا في جسم الإنسان وغيره من الأجهزة. إحنا دائما يكون تركيزنا على فكرة على الجهاز التنفسي. نعم. لكن موضوع دخان التبغ هذا بعد يدخل في الجهاز الهضمي وممكن يصيب. طبعا هو ينخر في الجسم كامل. حموضة وأشياء ثانية وايد في المستقبل. طبعا دكتور الحقيقة يعني نحن مستانسين بالمعلومات اللي عندك، لكن ما شاء الله الوقت يأخذنا واقتربنا من نهاية البرنامج. شكرا على تواصلك دكتور. جزاكم الله خير، مشكورين على الله يحفظك يا رب إن شاء الله. إذن أيضا نحن نشكر الدكتور منصور أنور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية. أختي كرثم مثل ما شفنا طبعا هي مزار كبيرة والدولة تسعى لحتى إخراجها من خارج المدينة والمناطق السكنية. هناك أطفال، هناك عائلات، هناك من فعلا يذهبون بالحساسية حتى بعدم تواجدهم في المناطق السكنية. إذا قلنا لك إحنا الآن يعني تعلق الناس بالشيشة هل هو نتيجة عادات أو شكل مجتمعي معين؟ هو مثل ما تقول هي شكل من أشكال العادات المجتمعية الموجودة. لابد من للشباب أنهم يتجهون أو يغيرون مفهومهم للشيشة، بحيث أن ما تكون المقاهي تكون حكرا على التدخين وعلى نعم لأن المقاهي منتشرة بشكل كبير. صحيح. نعم فأصبحت صحيح. موجودة يعني غصبا ثم أصبحت من العادات نقدر نقول أصبحت أمام الجميع وأمام الصغير قبل الكبير، والمطلوب منا أن نغير مفهوم وطبيعة المقاهي هاي. نعم. بحيث أن ما تكون حكر على التدخين والشيشة ومدخل عن العادات السلبية. نعم. طب الآن توجه الحكومة الاتحادية نحو خفض استخدام التبغ إعلاميا كيف التجاوب؟ يعني الحكومة الحين توجهت، الحكومة الاتحادية توجهت عن على طريق خفض استخدام التبغ، وإن شاء الله نوصل أن احنا إلى مرحلة نقدر نقول يستخدم بنسبة ضئيلة جدا أو حتى عدمه بشكل كامل. صحيح. أنتم كإعلام تجدون تجاوب من قبل الناس؟ في البداية أحب أنوه أن الحكومة ما تقصر في هالجانب، والحمد لله يعني كانت في مبادرات منها إنشاء مراكز متخصصة للحد من التدخين. نعم. متوزعة على ثمان مراكز على مختلف إمارات الدولة. هاي المراكز تساهم في الحد من التدخين، بالإضافة إلى وجود مرافق أو أماكن هي متنفس للجميع ممكن كحلول بديلة. طبعا صحيح. طبعا نحن نشكر لك تواجدك معنا اليوم، وإن شاء الله أن في حلقات أخرى نأخذ الموضوع بشكل أوسع ولكن بصدى إعلامي أكبر إن شاء الله، وأيضا إحصائيات عن نتيجة ما قدمتها الحكومة الآن من قرارات. إن شاء الله الحلقة الجاية تكون بنتائج أقل إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. إذن نحن نشكر ضيفتنا الأستاذة كلثم المندوس مدير تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية. مشاهدينا انتظرونا فاصل ونرجع نتابع فقراتنا الشيقة إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، واستكمالا لبرنامج طبعا وفقرات مساء الامارات مع السوشيال ميديا، الحين اذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مساء اندرسكور الامارات، وموقعنا عبر تويتر عشان تغردون، رقم الواتساب من خلال 0561538644 يبين كل شوي اسفل شاشه الظفره، وعلى الفيسبوك بعد والانستغرام صوركم وتعليقاتكم. هذا غير عن المسابقه الاسبوعيه اللي هي تصورون فيديو من تصويركم انتم وتطرشونا على واتساب الظفره في مساء الامارات، نحن بدورنا بنعرضه على يوتيوب الظفره، والفيديو اللي يحصل اكبر نسبه مشاهده بيفوز معانا ب 1000 درهم اماراتي يوم الخميس. اما اليوم واول فيديو محضرين لكم في السوشيال ميديا هو شاب يفقد الوعي من القفز المظلي، كيف؟ خلنا نشوف.
الله يعينه. ما شاء الله شو صار له دي؟ مو قدها ليش يقفز؟ لا احلى شيء وعى وقال له شوفي ما يعرف يمكن هو وين الحين مسكين. زين عندنا ايضا فيديو ثاني بعد يفقد الوعي. شو جايبت لنا الخديجه اليوم؟ اليوم كله عن فقدها ان شاء الله ما افقد وعي انا الحين على هو بعد. الله يحفظك يا رب. ايضا شاب يفقد الوعي بعد، شو قصه هاي فقدان الوعي مع الشباب؟ خلينا نشوف مع بعض. ايش رايك؟ انت ضحكت من قلبك. صدق ضحكتني. زين غزال الاسمر هذا ما قصر. غزال الاسمر سميته؟ اي غزال الاسمر شو معليش. طبعا مشاهدينا الحين الى اخبار الصحف بعد السوشيال ميديا، وبنبدا كالعاده باهم وابرز اخبار الصحف الصادره في الامارات اليوم، والبدايه من عناوين صحيفه الاتحاد ونقول البيئه تحذر من استعمال فوسفيد الالمنيوم السام غير المشروع. والحكم النهائي في قضية مطرقة لندن اليوم بإذن الله. أما عناوين الاتحاد وأبرزها تقول مركز شرطة بر دبي تسوية 2087 قضية شيكات ب 258 مليون درهم إماراتي. وجهود كبيرة للتخلص من أسباب تسرب الطلبة تبذلها وزارة التربية والتعليم. بينما أبرز عناوين صحف الإمارات اليوم شرطة أبو ظبي 5 محظورات في تزيين المركبات للاحتفال باليوم الوطني. ومن الصحة حملة التحصين من شلل للأطفال تشمل المواطن والمقيم وحتى الزائر. إذا كانت هاي أبرز عناوين الصحف بشكل عام، والحين بسأل زميل عبد الله شو أكثر خبر شدك وتخبرنا عنه بالتفصيل؟ بنتكلم طبعا بما أننا احنا جايين على اليوم الوطني لدولة نعم. الإمارات العربية المتحدة طبعا اليوم 43 هنيكم من الحين، لكن أنا اخترت هالعنوان اللي هو من الإمارات اليوم واللي أوردناه قبل قليل مع طبعا اقتراب الاحتفال باليوم الوطني مثل ما قلنا للإمارات، بدأ الاستعدادات لهاليوم السعيد. الخبر هو كالتالي: شرطة أبو ظبي وخمس محظورات في تزيين مركبات الاحتفال باليوم الوطني. أما الخبر بالتفصيل، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات عن 5 ضوابط قانونية خاصة بتزيين المركبات، وذلك أثناء الاحتفال باليوم الوطني 43، وهي عدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من فتحة السقف، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي وزجاج السائق، وعدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية. وأفادت أيضا مديرية المرور والدوريات بأن تزيين المركبات يبدأ من 22 من نوفمبر الجاري وحتى 6 من ديسمبر المقبل، داعية السائقين إلى الالتزام بقانون السير والمرور وضوابط التزيين. أما أنا الخبر طبعا اللي لفتني اليوم وهو من صحيفة البيان يخص النساء أكثر، وهو جراحة لانتعال الكعب العالي، وهو طبعا بعنوان سندريلا. أقدمت سيدة تقطن مدينة نيويورك الأمريكية على الخضوع لجراحة تصحيحية تدعى بعملية السندريلا، أملا في التخلص من ورم ملتهب في مفصل إبهام قدمها في القدم الأيسر، والذي كان يمنعها من مسايرة أسلوب حياتها المعتمد على انتعال أحذية الكعب العالي. وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن السيدة هاي تبلغ من العمر 35 عام، أنفقت آلاف الدولارات على العملية. ليش؟ لأنها لم تكن تستطيع انتعال الكعوب العالية بسبب ألم القدم، وهذا طبعا استنادا للإجراء التجميلي اللي خضعت له تلك السيدة إلى تصحيح العظم الناتئ في جانب قدمها اليسرى.
وذكر الدكتور نيل بليدز الاخصائي او الاختصاصي في جراحه القدم والكاحل بمانهاتن ان هذه الجراحه تلقى اقبالا كبيرا على الرغم من حساسيتها. يعني هذا كان ناقص عمليه سندريلا بعد يا عبد الله، ما ادري شو يطلع لكم انتم شهريار وشهر زاد والله انت لا تحطين علينا، والله انتم سالفه صدق. يعني انا سمعت مره عن عمليه تطويل تطويل شو؟ يعني الكعب بعد بيطول؟ لا والله جد، العظم تجرى في ألمانيا أعتقد، يضيفون عظمة بين يقصون عظم فيضيفون عظم عشان طول فعلي. والله شو يجبرنا على شيء؟ يعني سبحان الله ربنا خلقنا في أحسن تصوير. تكلف 100,000 دولار بعد ما شاء الله. خديجة شكلك رايحة تطولين شيء. لا الحمد لله. مشاهدينا ننتقل الآن لأجندة الفعاليات، حياكم طبعا الله مرة ثانية. هذه الأجندة معانا ينعقد إن شاء الله غدا 18/11/2014 في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المؤتمر السنوي 20 للطاقة في تمام الساعة 10 صباحا. وأيضا تقيم جامعة الإمارات سباق جبل حفيت بمناسبة اليوم الوطني، وذلك في جبل حفيت في تمام الساعة 3:30 مساء. وتعقد دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤتمر صحفي للإطلاق تقرير دبي الاستثماري 2014 الشامل لبيئة الأعمال في إمارة دبي، وذلك في فندق بارك حياة دبي قاعة كريكسي الساعة 10:30 صباحا. إذا مشاهدينا ومن أجندة الفعاليات إلى أحدث شيء، العين الساهرة والسياحة وغيرها من الفقرات، ولكن فاصل قصير يفصلنا ولنا عودة. إذا مشاهدينا مثل ما عودناكم في فقرة أحدث شيء كل مرة، اليوم بيكون معنا ضمن فقرة أحدث شيء نستضيف الخبير التقني شريف القريناوي، بيحدثنا أكثر عن طائرة عمودية بدون طيار تقدم مجموعة من الخدمات الحكومية. حياك الله أستاذ شريف. حياك الله أستاذ، طبعا أنت أصبحت من أسرة البرنامج. الله ما شاء الله عليك، ربي يحفظك يا رب. أول شيء لو تخبرنا بس عن مجالات استخدام هذه الطائرة الآن. الطائرة حاليا لها عدة استخدامات، بداية كان استخداماتها مختصر فقط على الاستخدامات العسكرية. حاليا بعد جائزة الإمارات للطيران الطائرة بدون طيار أصبحت لها عدة استخدامات حكومية، منها استخدامات في الإنقاذ، الصحة والإسعاف. تختصر من الوقت الكبير صراحة حاليا، خاصة في شوارع دبي أنه موجود عندنا كثرة الزحمة والأمور هاي، فعندنا في حالة الطوارئ والإسعافات الأولية تقوم الطائرة بإرسال كعدة إسعافات أولية. أو في الأشخاص اللي يصعب عليهم تناول الحصول على الدواء بشكل مباشر تقوم الطائرات بخدمة توصيل الأدوية لهم، الإسعافات الأولية، كما تقوم في حال حدوث الحرائق. مثل صار قبل فترة في أبو ظبي، كان في شخص عامل في إحدى الأبراج كان يقوم تنظيف الزجاج، فصار عندهم بأحد الأعطال في الآلة اللي كان يشتغل عليها، فأطلقوا حكومة أبو ظبي الطائرة نفسها اللي بدون طيار، قامت بالتواصل معه وإرشاد وتوجيهه عن طريق الصور وعن طريق الفيديو بالعبور، ويعني طلع بالسلامة بدون أي أضرار. ما شاء الله. لو تذكرين خديجة أخذناها أيضا في البرنامج. صحيح. إنقاذ العامل. إنقاذ كان العامل في أبو ظبي عن طريق الطائرة بدون طيار. ما شاء الله. حاليا فصار لها عدة استخدامات، يعني صراحة استخدامات في توصيل الطرود، حاليا صارت الهوية الإماراتية، ما في داعي إنه يروح الشخص نفسه يستلمها عن طريق البريد، تجي الطيارة لعنده لغاية البيت لغاية نفس الإحداثيات بكون موجودة هو أو مقدمها عن طريق الأقمار الصناعية، لأن الطائرة هي عبارة عن أول شيء نحكي عن آليتها وآلية استخدامها، هي اللي مثلا الطائرة هي عبارة عن صنع إنسان يعني. نعم بس طرق التخاطب فيها بكون لاسلكي وربطها هي بتكون مربوطة بالأقمار الصناعية. والأشعة أشعة الليزر بتكون من خلالها بتحديث الإحداثيات والوصول لأي مكان عن طريق تخاطب الإنسان. نعم. أنت ما شاء الله يعني قلت كل شيء، ما خليت لنا ولا سؤال. بس ألم تطلقوا عليها أي اسم أستاذ شريف؟ هي لها أكثر من اسم، في لها اسم مثلا طائرة الروبوت يكون استخدامها، أو طائرة بدون طيار. نعم. حاليا. نعم. وفي جائزة الإمارات هي اللي قدمت لها صراحة أكثر من خدمة وأكثر من مجال في يعني تلبية جميع احتياجات الإنسان. نحن طبعا الحمد لله حكومتنا يعني توجه إيجابي
واستخدام ذكي لهذه الاشياء اللي تطلع، يعني مثل هذه الاشياء اللي تطلع تستخدم بطريقه عشوائيه. صحيح. لكن ما شاء الله احنا عندنا حكومه توجيه. يعني رشيده، نعم، يوجهون للاستخدام الصحيح. نعم. ولذلك تقوم بالتوعيه وتوعيه الجمهور بان هذه الاله ايضا لابد ان ممكن تستخدم، ولكن تستخدم بشكل اكيد صحيح. طبعا مثل ما تسوون طبعا، نعم، انه بقوم فيها استخدامها انه يكون بشكل الصحيح، انه في اماكن تكون مخصصه للترفيه، في مثل الطائرات لها بكون للترفيه. نعم. كاشكال مختلفه لها بس بكون بالترفيه، فبكون في لها اماكن محدده. صحيح. اما كاستخداماتها استثمرناها حاليا لاستخداماتها في تلبيه احتياجات الانسان بشكل مباشر. تلبية جميع الاحتياجات بأبسط الطرق وأبسط الوسائل. نحن بنوصل الصورة أكثر للمشاهدين من خلال فيديو قاعد نشوفه. يعني هي الطائرة حاليا تقوم بعملية توصيل الطرود أو توصيل الطلبات. أول ما نقدمها لحكومة الإمارات لتوصيل الهوية، ما في داعي حاليا الشخص أنه يروح يسلم هويته أو يروح يستنى على الدور أو يروح بالزحمة. حاليا نفسها بكون انه التحكم فيها عن طريق الاحداثيات ربط بالاقمار الصناعية. بس كمان تعرف اللوكيشن للاقمار الصناعية. نعم، الاقمار الصناعية، ونفسه بكون الشخص هو معطي الاحداثيات او مكان العنوان. بس المدى مالها كم تقريبا؟ حسب الطائرات حاليا عندك، الطائرات في لها اكثر من نوع. نعم. حسب استخداماتها، حسب الاضافات يعني اللي يعني مثل هذه مثلا توصيل هوية يحتاج انه يكون في مسافات كبيرة. اكيد صحيح. اكيد لا، في لها مسافات تصل ل 10 كيلو متر تكون موجودة حاليا، واستلام عن طريق البصمة حاليا هي موجودة. نعم. فعلى عافية عليها الخدمة هذه نفسها عن طريق البصمة. رائع طبعا. يعني طبعا آلية لابد انه التكنولوجيا ما توقفت، اذا الطيارات بتوصل لهناك اذا التكنولوجيا موجوده لعمليه الايصال بشكل سهل. اكيد طبعا الامور التكنولوجيا متقدمه يوم عن يوم. اذا على طار التكنولوجيا المتقدمه، شو تتوقع في المستقبل ممكن تستخدم هذه الطائرات بشكل عام دون طيار؟ هو في حاليا كان في اللهم صل على محمد بخصوص جائزه الامارات نفسها للطائره بدون طيار، كان في مقترح مقدمه احد الاشخاص اللي هو عمليه الباركينج احنا نسميها او موقف السيارات. نعم. يعني كلنا نعرف موقف السيارات بتكون عاده عن طريق اخذ تيكت او ارسال مسج، وبعض الناس بنسى اوقات انه بكون في زحمه او الجو حر. اسال عبد الله. اكيد ما حاليا انه كمقترح انه يكون في نفس الطائرات هاي بتكون موجوده على عمدان الاناره الموجوده بالشوارع، بتغطي منطقه محدوده من مواقف السيارات. شو آلية عملها هاي؟ بتاخذ رقم، بتيجي لوحه السياره بتعمل باركينج نفسه موقف السيارات، بتاخذ رقم اللوحه، بتعمل عمليه تسجيل لها وبتحسب انه زمن وقوف السياره هذه. نعم. لما بتيجي بتطلع السياره بتعمل عمليه خصم او اقتطاع مبلغ اللي هو مبلغ المواقف السيارات عن طريق بطاقات بتكون معتمده لها او مستخدمه مثل نظام سالك الموجود. نعم. وفي حال انه وجود اي مخالفات مثل الصف المزدوج او ترك السياره بشكل عشوائي، تقوم الطياره نفسها بالتقاط صور او باخذ صوره لهي السياره وتسجيلها لارسال المخالفه. الاخوان عندنا ايضا خبرونا خديجه عن شيء تكنولوجيا جديده، قال يمكن يشغلون فيديو بعد شوي. نعم. بس ما قالوا لنا شو هو، قالوا انت بتفاجئنا به. نعم. ممكن تخبرنا عنه يمكن نشوفه مع بعض. هاي شو بعد ما شاء الله؟ هذه نفس الشيء، هاي اصغر طائره بدون طيار، هي بحجم الذبابه اللي اطلق عليها اسم الذبابه الالكترونيه. نعم، الذبابه الالكترونيه الموجوده حاليا هي اصغر طائره بدون طيار حاليا موجوده، وحاليا موجود فيها بس كاميرا تقوم بعمليه تسجيل واخذ فيديو وصور. ما تسوي بث؟ لا، تعمل بث، تاخذ. نعم. بث بس لا تنقل الاشياء. لا بس كنقل لسه ما طوروا عليها انه نقل، انه حجمها صغير بس تكبر شوي يمكن نغذيها تكبر بتصير زي بس هذه يعني الان تدار ايضا بقبل من قبل شخص. نعم، عن طريق شخص اللي هو الاتصال اللاسلكي عن طريق. نعم. جهاز التحكم نفس الجهاز الموجود عندنا بس انه بيختلف طبعا من طائره لاخرى، كله عن طريق الاتصال اللاسلكي اللي بوجهها والانسان بيكون بوجهها. بتخاف حد يتحراها ذبابه عن صدق ويضربها؟ ما عشان هيك هي بتكون موجوده دائما في المنطقه المحصوره. زين هاي الاستخدامات الاشخاص العاديين استاذ شريف ولا لازم دوائر حكوميه او كذا؟ لا، هذه حاليا انه اول ما اطلقوها الاستخدامات ناس عاديين تكون موجوده. اي حد من وين يمكن يحصلها؟ وحاليا صراحه لسه ما وصلت الدوله. بعدها؟ نعم لسه، لانه اكتشاف جديد لسه موجود فحاليا ما وصلت، بس انه دوله الامارات اكيد سباقه قريبا ان شاء الله راح توصل لل مع الاستخدام ايضا الايجابي الصحيح ان شاء الله. اكيد طبعا كل شيء الاستخدامات الصحيحه. هل هناك فائده منها سياحيا تخدم السياحه؟ اكيد طبعا، انه خاصه انه الطائرات نفسها فيها اول ما نشأت الطائرات كاستخدامات انسانيه او اقتصاديه وجود الكاميرا فيها، كاميرا التسجيل،
فممكن كسياحيا نقوم باطلاق الطائرات في المواقع السياحيه او المواقع او المعالم الموجوده في دوله الامارات، تقوم بتسجيل بشكل مباشر او 24 ساعه على هذه المواقع، تقوم بارسالها او تكون اونلاين مباشره عن طريق اي شخص في اي دوله، لينكات او ويب سايت او عن طريق الموبايل او الجهاز المحمول، يفتح اللينك نفسه مباشر بشوف التصوير المعالم، برج خليفة، النافورة، الأمور هاي، فكجذب للسياحة أو جذب للمناطق السياحية الموجودة في دولة الإمارات. أكيد حكومة ذكية، فبالتالي أكيد طبعا تمشي وراء الابتكارات والاختراعات الذكية. نحن شاكرين تواجدك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا كل الشكر للخبير التقني شريف القريناوي، كان ضيف فقرة أحدث شيء، نتمنى بعد أن نستضيفه مستقبلا في حلقات مقبلة يحدثنا عن اختراعات وتطويرات لهذا الاختراع الجميل. بناخذ معنا الاستاذ شريف الى فقره اسعد شعب، ودعما بعد للموضوع اللي معنا اليوم، ان حكومه الامارات تدعم الفكر الخلاق والابتكار بكافه اشكاله ومجالاته، ايمانا منها بان الاوطان لا تبنى الا بسواعد ابنائها والذين يتخذون من الابداع نهجا لهم. مع الابداع والمزيد في هذا التفصيل. تقدم حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة دعما كبيرا من أجل تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، مؤمنة أن استمرار تنمية وازدهار هذا الوطن لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه الذين اتخذوا من الابتكار والإبداع سلوكا ونهجا لهم. نحن هنا ننشر ثقافة كمجموعة دبي الجودة، نحن نحاول نوصل رسالة أن نكون من أفضل دول العالم بحلول 2021. كيف يتم نريد أن نشارك كمجموعة دبي الجودة في هذه المسألة وندعم الحكومة، طبعا حكومة دولة الإمارات، في الوصول إلى من أفضل دول العالم. المؤشرات التنافسية نحن الحمد لله في المرتبة 12 بالنسبة من أفضل دول العالم، لكن باجد لنا إن شاء الله خطوتين ونكون من أفضل 10 دول، ولكن الطموح موجود وقيادتنا تسعى إلى أن نصل إلى المركز الأول، وهذا دورنا كمجموعة دبي الجودة، نحاول ونجتهد في عملية نقل المعارف والتجارب الخاصة بالإبداعات الإماراتية. من أهم كذلك المبادرات على مستوى حكومة دولة الإمارات هي رؤية الإمارات 2021، وهي بأن نكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وكذلك الأجندة الوطنية في التي طرحت لكي تكون خارطة طريق لكل الحكومات المحلية والاتحادية. اليوم نحن طبعا نسلط الضوء على تقبل التغيير في الحكومة والمؤسسات الثانية، أفكار الإمارات منصة تختص للإبداع ومنصة لتكريم الإبداع الإماراتي. نحن نبع أن كل إماراتي يكون مبدع، يترك بصمة في مجال عمله، في مجال الخاص، وين ما كان، عشان الدولة ترتقي ويوصل للعالمية. أنا عندي 7 اختراعات. الحذاء الطبي هو أول اختراع، وهو تلبسه يوم أنت عندك شلة أطفال ويساعدك أن تمشي، وهو ضد الماء عشان شيء. تعبر قيادة دولة الإمارات وفي أكثر من مناسبة وبوضوح شديد عن طموحها في جعل الإمارات في مصاف دول العالم المتقدمة، وهي تعمل على ذلك من خلال تشجيع الأفكار الخلاقة والمواهب الإبداعية وبث الثقة في نفوس أبناء الوطن. مشاهدينا، وردنا أخبار جديدة من الزميل أيمن مصبح من قسم الأخبار. أول خبر تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي والفريق أول، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة نجاح قمة الرياض أمس. وأعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لما أبداه سموهما قادة من تعاون وتفاهم ومشاركة إيجابية وجهود مخلصة، وبنأ خلال اللقاء الأخوي الذي استضافه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والذي أسفر بتوفيق الله تعالى عن التوصل للنتائج المرجوة لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعودة مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الصحيح لتحقيق تطلعات دولنا الخليجية وشعوبها
المنشودة متمنيا سموه لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو موفور الصحة ودوام العافية. استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمجلس سموه في قصر البحر أعضاء مجلس إدارة غرفة وتجارة صناعة أبو ظبي الجديد برئاسة سعادة محمد ثاني رميثي رئيس مجلس الإدارة، ورحب سموه بأعضاء المجلس الجديد وتمنى لهم النجاح والتوفيق في مهمته خلال المرحلة المقبلة في تحديث آليات العمل من أجل تطوير القطاعات التجارية والاقتصادية. هذا وأعرب سمو ولي عهد أبو ظبي عن ثقته في جهود ودور مجلس الإدارة في تعزيز مكانة ومصالح أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة بشكل فعال في تبني الأعمال الاقتصادية الناجحة. واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دبي اليوم معالي منجي الحامدي وزير خارجية الجمهورية التونسية الذي يزور البلاد حاليا، ورحب سموه في بداية اللقاء بوزير الخارجية التونسي معربا عن أمله في أن تسهم زيارته للدولة إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس في المجالات كافة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات أهمية الاستثمار الاجتماعي في طاقات الشباب وتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات الوطنية في توفير فرص لتطوير قدرات الشباب الإماراتي وتعزيز خبراتهم وصولا لتمكينهم في المشاركة الكاملة في بناء مستقبل الدولة. وأشار سموه إلى ضرورة تشجيع ثقافة العطاء بطرق متعددة ليس فقط بين القطاع الخاص ولكن أيضا بين كافة شرائح المجتمع وخاصة الشباب، باعتبار أن ثقافة العطاء جزءا ومكون رئيسي من مكونات الثقافة الإماراتية ومرتكز أساسي من مرتكزات القائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراها. جاء ذلك خلال مجلس مؤسسة الإمارات والذي استضافه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وأقيم اليوم بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي في فندق كونراد بدبي بحضور ومشاركة عدد من الشيوخ ونخبة مختارة من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص مما تميزوا بمساهمتهم الفعالة في مجال المسؤولية الاجتماعية وممن تركوا بصمة في مجال خدمة المجتمع. مشاهدينا كانت هذه أخبارنا المضافة لليوم، وافونا بها قسم الأخبار والزميل أيمن مصبح. أما الآن نذكر بالسوشيال ميديا. بالسوشيال ميديا نعم، فيسبوك تويتر إنستغرام، والأهم بعد اللي هو مسابقتنا إن شاء الله، مسابقتنا الأسبوعية اللي هي عشان تربحون 1000 درهم إماراتي طرشوا لنا فيديو نحن بنحطه على اليوتيوب. أكبر نسبة مشاهدة لهذا الفيديو بيفوز معنا يوم الخميس مع السهرة الفنية ب1000 درهم إماراتي. إلى ذلك الحين نقلتنا التالية مع العين الساهرة. أول أخبارنا اليوم من أخبار وزارة الداخلية وشرطة دبي لليوم هي: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من ضبط كمية من المخدرات تقدر ب 17,700,000 قرص من أقراص الكبتاجون. وأوضح سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى القيادة بحضور عدد من الضباط أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات أكد البحث والتحري صحتها بوجود حاويتين في ميناء جبل علي تحتويان على مكائن كهربائية تستخدم في كبس الأبواب الخشبية بداخلها المخدرات المذكورة أعلى، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لمتابعة تلك الحاويات. وبإجراء عملية التفتيش الاحترازي الذاتي عليه تم الحثور على شريطين من عقار ترامادول يحتويان على عدد 14 قرصا، كما اعترف بأنه يحوز على كمية كبيرة من المواد المخدرة بإحدى المستودعات بإمارة عجمان بالقرب من السوق الصيني، وبالانتقال إلى المستودع وفتحه من قبل المتهم أعلى عثر على كمية كبيرة من المواد المخدرة عقار الكبتاجون المخدر. وتقدم سعادة اللواء المزينة بجزيل شكره للسلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ولجمارك دبي ولمكافحة المخدرات بشرطة عجمان تقديرا لتعاونهم مع شرطة دبي. ترأس العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماع لجنة القيادة العليا، وذلك بحضور سعادة المدراء العامون
ومدراء الإدارات وكافة الأعضاء، حيث تم في الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والذي استعرضه العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي رئيس أمانة لجنة القيادة العليا. ومن أهم ما جاء في أجندة الاجتماع التصديق على المحضر السابق واستعراض أهم الأعمال والتكاليف التي تم إنجازها، كما تم عرض موجز حول مسار الاستراتيجية المسار التاسع، وأيضا التقرير الإحصائي الأمني للربع السنوي الثالث لقسم المعلومات الأمنية. ترأس العقيد أحمد سالم السلومي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة الاجتماع التنسيقي الثاني مع أعضاء اللجنة للتباحث حول جاهزية الاستعدادات لاستقبال فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد لمجلس دول الخليج العربي والمقام تحت شعار خذ بيدي نحو غد أفضل. ورحب السلومي بجميع أعضاء اللجنة مشيدا بمقترحاتهم وجهودهم المبذولة لإخراج الحدث بما يليق بسمعة المؤسسة، وأكد بأن الشعار والذي يأتي في السنة الثانية على التوالي يهدف إلى تغيير النظرة المغلوطة عن النزلاء وتوعية أفراد المجتمع بأهمية رعاية النزيل وأسرته واحتوائه والأخذ بيده ليكون عضوا نافعا، وحماية المفرج عنهم من التعرض للنبذ الاجتماعي والأسري، وتحفيز مؤسسات المجتمع بجميع أطيافهم في المشاركة في دعم التوجه الإصلاحي للسجون وإعادة دمج النزيل بالمجتمع وذلك من خلال الرعاية اللاحقة له. إذا مشاهدينا كانت هذه أخبار وزارة الداخلية لليوم من العين الساهرة. أما الآن اليوم أنا بأخذكم الجولة السياحية وهي إلى أبو ظبي وفندق شانغريلا. خليني أقول بعيدا عن صخب المدينة وفي أجواء راقية وبين جمال المعمار وجمال الطبيعة، فندق شانغريلا أبو ظبي يستقبل نزلائه إلى أبو ظبي سوية. مشاهدينا من سياحة داخلية استمتعنا بصحبتكم اليوم، نتمنى نلاقيكم إن شاء الله باكر بنفس الموعد في مساء جديد لإماراتنا الجميلة. إذا مشاهدينا كل الشكر لكل من تابعنا واللي كل بعد ما تابعنا بعد مشكور، وكل من تواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ما تواصل عادي تواصل على الفيسبوك تويتر وإنستغرام، وأكيد رقم الواتساب الظاهر على الشاشة كل شوي طبعا كل يوم يكون الرقم موجود. إلى حلقة الغد في أمان الرحمن.